اهلا بيكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده هنعمل فيديو بسيط كده، وهو عباره عن خدعه تقدر تعملها في اصحابك، وهي اظهار علامه تفعيل الحساب دي جنب حسابك. يعني الموضوع ببساطه، انت بتسلكت الاسم كده وبتروح على انسبكت، تمام؟ لو انت ما اخترتش الاسم وعملت انسبكت على طول، مش هيحدد لك كده المكان اللي انت واقف عليه. لما انت تروح كده على الاسبان ده، هتلاقيه واقف على الاسم بعلامة الصح اللي جنبه. هتفتح كده من خلال عن طريق انك تدوس على السهم ده، على المثلث ده بالشكل ده، بيفتح لك الكود كده تحت هنا، ستيفن هوكينج دوت. مش عايزين الاسم في حاجة، هنروح على الاسبان التاني ده. لما نفتحه هتلاقيه في كود تاني جوه كده، هتروح عليه وهتعمل edit as html بالشكل دوت. هيفتح معاك الكود دوت كده. هتعمل ايه انت بقى؟ هتنسخ الكود ده كله، هتعمل نسخ بالشكل دوت، كنترول سي، تمام؟ وهتروح بقى على الاكونت بتاعك او ايا كان الحساب يعني اللي انت عايز تعمله تفعيل، كليك يمين كده انسبكت برضو هنا بالشكل ده، عمل فتح زي ما انا قلت لكم بالظبط عشان ما اخترناش الاسم. تقعد انت بقى تدور ايه على المكان اللي انت عايز تروح عليه. هنيجي هنا كده على الاسم انسبكت بالشكل ده، بيروح مباشر على الاسم بالشكل ده كده. بنفتح برضو كده الكود، نعمل له edit as html برضو، ممكن نشيل الاسبان ده خالص. نروح تاني edit html تاني، وهنروح بعد الاسم. اوكي، هتاخد مسافة وتحط الكود اللي انت لسه نسخه بالشكل ده، وتدوس في اي حتة فاضية، هتلاقي علامة الصح ظهرت جنب اسمك بالشكل ده. طبعا الموضوع ده حصل بس في الصفحة اللي انت واقف عليها حالا، لان احنا هنا على كود ال HTML الخاص بالصفحة دي. فأي تعديل انت بتعمله هنا في محرر الأكواد ده، هيكون تأثيره على المكان ده بس. فالفكره هنا ان انت بقى مثلا بتاخد سكرين وتنشرها بقى ان حسابك اتفعل وكده، لكن انت مجرد ما تعمل ريفريش هترجع الصفحه لطبيعتها تاني طبعا. لو عجب الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وشير علشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس.